السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة أخبار الوادي في فيديو جديد. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهات القناة، أتمنى منك الاشتراك بالقناة وتشغيل جرس القناة، ولا تنسى الضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لكي نستمر إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. يعتبر مسلسل دموع الورد من المسلسلات التركية التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، منذ بداية عرضه لأول مرة عبر الشاشات في عام 2005 وحتى انتهاء عام 2007، حيث ينتمي هذا المسلسل إلى دراما الأكشن. ففي هذا الفيديو سوف نعرض لكم شخصيات من مسلسل وادي الذئاب شاركت بمسلسل دموع الورد. دعونا نبدأ. الشخصية الأولى، الفنان خليل إبراهيم كيليجي أوغلو، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية دلفق قار آغا بالموسم الخامس وحتى الموسم العاشر، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية السيد عزت بالموسم الأول. الشخصية الثانية، الفنان تولغاي تونولكو، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية شاهين آغا بالموسم الأول، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية صبري بالموسم الأول. الشخصية الثالثة، الفنان شاهين جيليك، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية هاشم آغا بالموسم الخامس والسادس، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية الخياط بالموسم الأول. الشخصية الرابعة، الفنان إبراهيم جلدغان، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية متى إيمار بالموسم السابع وحتى الموسم العاشر، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية رمزي بالموسم الأول. الشخصية الخامسة، الفنان أحمد ينن ماز، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية أحمد كرجاع بالموسم التاسع، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية حسن بالموسم الأول. الشخصية السادسة، الفنان إرجمان ديرميل، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية إرجمان بالموسم الرابع، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية العم عدنان بالموسم الأول. الشخصية السابعة، الفنان أتين إنجين، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية أورال بالموسم الثالث، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية النائب العام بالموسم الأول. الشخصية الثامنة، الفنان الراحل فاردر مارتل، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية السيد المحترم بالموسم السادس والسابع، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية صفا بالموسم الأول. الشخصية التاسعة، الفنان رجب جينسلي، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية متى بالموسم السادس والسابع، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية سمير بالموسم الأول. الشخصية العاشرة، الفنان محمد بولاط، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية متين جراح باشا بالموسم الأول، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية بكير بالموسم الأول. الشخصية الحادية عشر، الفنان أغور تاستومير، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية بنيامين بالموسم التاسع، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية المحامي شوكت بالموسم الأول. الشخصية الثانية عشر، الفنان فاروق أكيورين، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية الرئيس بالموسم الخامس، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية علي بالموسم الأول. الشخصية الثالثة عشر، الفنان إيهان إيرودو، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية فرحات آغا بالموسم التاسع، وقد شارك بمسلسل دموع الورد بشخصية سيدات بالموسم الأول. وسوف نقوم إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. وفي الختام أرجو منكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في فيديو جديد، دمتم سالمين.